المتابعون في هذا العدد من أوان الثقافة، حنين كبير وعشق أكبر لتونس العاصمة والجهات نحسوه وإحنا نتفرجوا على لوحات الفنان التشكيلي طارق فخفاخ اللي صور على طريقته شوارع تونس وأسواقها بألوان زاهية. مواكبة المبادرة متميزة نفذها جمعية ليبرتاد وتدخل من خلالها السينما للحرم الجامعي. التظاهرة دامت 5 أيام، تم فيها عرض 5 أفلام من الجي سي سي، حضور مدير أيام كارتاج السينمائية ومخرج فيلم شبابك جنة. بالنسبة للبداية بتاعي كانت من زمان، معناها كما أقول من وقت اللي تكون اتحاد الفنانين التشكيليين عام 87، وقتها كان أمين العام مسي إبراهيم العزابي. في الوقت ذاك أنا دخلت في الاتحاد وشاركت في بعض المعارض، منهم في دار جلد وقاعة يحيى، وعملت معرض شخصي في ميزون كتير ابن خلدون، وبدأت وانطلقت من غادي. أنا تكويني راهو جيني سيفيل، عامل جيني سيفيل في لانسيت إيكول نورمال دانسيرمون تكنيك سيبيريور. في بعد البريود هذيك بتاع 87 حسيت بروحي يلزمني نمشي نقرا بوزار، خاطر ما تمكنتش باش نقراها في تونس. مشيت لكندا وعملت بوزار غادي في فنون تشكيلية في أمنيكار كولج أوف آرت أند ديزاين في فانكوفر بريتش كولومبيا. كاو بون قعدت مدة نقرا، وبعد ولدت قري سور بلاس غادي، ولا عندي اتولي ورشه كما نقولوا. وبدات بعد بدات المسيره نتاعي كما نقولها من في تونس من عام 2004. برشا ناس ما يعرفونيش في الوقت هذاك، حتى ممكن توا دانييرمون 2009 2008 بداو يعرفوني، وفما اللي يعرفوني من قبل. بعض الناس يقولوا شكون هذا ما نعرفوهوش، وانا نحب نعرف بروحي اكثر. كل عام ان شاء الله نحب نعمل معرض، ولحد الان سافا ناس تتجاوب مع اعمالي والحمد لله. 3 سنين خدمت على تتم الثوره، 3 سنين وانا نخدم حاضر في اكسبوزيسيون الثوره، عملناه في قاعه بلارت، عملت تام ذا رين از جون، معناها الامطار والسحاب تعدى. شنو نحب نقول بالتام اللي تعدى؟ انه فما ديما ذير از لايت كما نقولها، فما ديما الضوء وفون دو تينيل، ديما فما ضوء فما اوبتيميزم. بعد اللي تعدينا احنا في تونس، بعد السرد صار علينا، حبيت نقول هذايا العرض هذايا سي الاوبتيميزم، سي كيفاش نظروا نظره استشرافيه في المستقبل، كيفاش نراو الدنيا معناها منظار انه فما ديما كان يد في اليد نجم نوصلوا نحسنوا بلادنا، كسوا من اي كل واحد من موقعه، بانتر صحفي كاتب مسرحي، واو الحمد لله الناس كل تتكاتب مع بعضها باش نوصلوا نغيروا السيتياسيون، نوصلوا للسيتياسيون مع احسن. في المعرض هذا استعملت الاكريليك، الاكريليك استعملته على دو سيبور اللي هو البابي بالبلار، والاكريليك على التوال بالنسبه للوحات الكبار. العرض هذا معناها قدمت عليه بتشجيع من اللي هي تسمى فما كونسيبت بداته واحدة اسمها جميلة عاشور، الأولى من الكونسيبت معناها فريد من نوعه في تونس نجم تقول. هي اللي نجم تقول شجعتني باش نعملوا نخدموا مع بعضنا ونقدموا الكونسيبت هذا. الكونسيبت هو أنه ارت ايجنسي اسمه الاجون ارتستيك، اللي مش موجود في تونس بكل ولا حتى في الدول العربية، موجود في كندا، موجود في امريكا، موجود في تلقى الارتيست. الارتيست يستحق شكون يعمل له ماركتينغ، خاطر الارتيست من عادته ما ينجمش يسوق خدمته، ما ينجمش يحكي على خدمته. جميله اقترحت انه هي مالوريزمون هي مش موجوده توا خاطر عندها التزامات. ليدي انه تاخذ ارتيست
معناتها فيكولي العمل نتاعو مش في المعارض بركة، حتى ديرو لاني في كل عام تمشي وتتصل باللي جاليري اللي تتصل بالبنوك بالمؤسسات الكل وتحاول تعرف بالزارتيست. بديت بي انا وما زلت تحب تعرف كلك زارتيست اللي مشي مش نطلع بمستوى الارتيست الفنان التشكيلي التونسي. في الواحد هذه حبيت نستعمل التام متر والواحد، حبيت نعطي مزيج، انا نفسي نتشائم شويه، حبيت نعطي مزيج بين تشائم وتفائل، حبيت نعطي نظره اخرى للمطر انه هي من اصلها المطر كنقولوا بالوي سي لا في، معناها الحياه كلها هي المطر، معناها شجره ما تطلع كامل مطر. ديما نغزر المطر كانه لما الناس يغزر لها اكتئاب ويشد الدار وما يخرج ويقول لك سيد. هو استعمل الكولور ويعني متعمد انا استعمل الكولور ليلي شيء مع خاطر الشتاء كله داكن، الوان داكنه كما قلت، واحنا كرسامين فنانين اذا كان نجبش نخرجوا حاجه حلوه من حاجه خايبه من شنو مهمتنا؟ كما قال شغال اذا كان العالم هذا خايب انا موجود باش نلون وباش نعطيه نظره اخرى، نعطي نظره اخرى ونخلي الناس نحبوا في الشتاء بطريقتي ولا بالتقنيه نتاعي، نحبوا في الشتاء، نحبوا كي يزروا التابلو يتفرهد مش تبعث له لي زون نيجاتيف. المقارنه هي المقارنه في التوقيت في الريتم تاع الجرانفيل والريتم تاع المدن الصغرى، فما اقل ريتم في المدن الصغرى تلقى الناس تحسها ساعات سولاجي مرتاحه اكثر ما هي ستريسي. شنو تحب تقدم من خلال هذا؟ من خلال الفكره هذه؟ من خلال المقارنه؟ انا الناس كل تجري وراء الخبزه، الناس كل تجري وهم الوحيد كاش يوفر قوته للاولاد وصغاره كسوا في المدن، عندك جري تلقى الاسواق والناس تبيع وتشري، واحد يبيع في الحمص تلقى واحد يبيع في معاش في الطابون، الاخر يبيع في الهندي لوحه من لوحات، واحد يبيع الهندي. دونك كل ما هو معناها حركيه في السيتو في الاسواق، تلقى سوق الاحد سوق الخميس في كل بلاد، لكن الحركه هذيك زاد تعطيك كارتيست، تعطيك هكا موضوع تحلك الباب باش تخدم على الموضوع هذا. تونس نظرتي لها ما تتبدلش رغم اللي انا عندي دوبل ناسيوناليتي وبرشا يقولوا لي انت تاريخ فنان وعندك ناس شنو اللي تقعد تعمل في تونس غادي خير. نقول لهم اذا كان كل فنان تونسي يهز روحه يخرج لبرا على خاطر غادي خير، شكون باش يبقى في تونس باش يخدم الثقافه ولا يخدم؟ ماذا بينا كتونسي، انا كتونسي ماذا بيا كل فنان ولا كل مبدع ولا كل عالم ولا كل واحد عنده ما يقدم البلاد يجي البلاد ويقدم مش عنده فن. Les journées cinématographiques de Carthage se dérouleront du lundi au vendredi avec un panel de films très diversifié. Un cours de chant, bah, Nathalie, comme fait la chaîne. Tu vas nous rappeler, non? La salle à papa? Allez, bonne journée. Vraiment doublement la fête au mar nord des étudiants ou donc c'est ça au musée justement pour ta première fois. Alors voilà, هو احنا في الياشوسي معروفين بحاجتين، معروفين بالنشاط الثقافي ومعروفين بالنشاط نتاع الجمعيات. عندنا قريب 20 جمعيه، الجمعيه اللي تنظم اليوم التظاهره هذه من اهم الجمعيات اللي عندنا، جمعيه ناشطه برشا هي الراديو انتير نتاع الياشوسي على اليوريباتات، يعطيك الصحه. وهذا داخل في استراتيجيه اكبر نتاع المعهد نتاعنا، وهي استراتيجيه الانفتاح على المحيط، خاطر الانفتاح على المحيط مهم برشا للطلبه نتاعنا وبما في ذلك المحيط الثقافي. ساعات يقول لك شو ما جاي بقرايه تاع جيستيون للثقافه، لا، هي تكوين المواطنه، تكوين معناها الشاب على انفتاحه للعالم، التكوين نتاعو التقني مهم ولكن وحده ما يكفيش، ولازم التكوين الثقافي يمشي معه. ولهذا احنا من الاول بدينا بتظاهرات وحده ومن بعد كبرنا زدنا في التظاهرات، ولهذا شفنا اللي فما اقبال كبير وفما تحسن لذوق الطالب،
وخلقنا هذه المركز الثقافي، هو أول مركز ثقافي في جامعة معناها قومية تونسية، نفتخر بهذا برشا. وفي نطاق المركز هذايا الجمعية متاعنا نتاع الطلبة يغتنموا الفرصة باش يخلقوا نشاط برشا أنشطة. أنا بخي ليدي من الجي سي سي اللي تعملت، وأنا دي بوركوا ما نعملوش جي سي سي في الـ HEC بور لي ستوديون كوم سا. ماك تعرف في تونس باش ندافع على تونس كل واحد من الكوتي نتاعو، لي ستوديون يحاولوا يعملوا دي تخو كولتوغيل، نوعيوا العباد، نخليهم يحسوا بالبلاد، كل واحد دولة تخدم خدمتها، والبوليسي يخدم خدمته، الجيش يخدم خدمته، وإحنا قلنا عليه زادة ما نخدموش من تونس وكل بالإفور اللي نجمو نعملوه، ليماج باهية اللي نجمو نعطيوه. بون جي سي سي اليوم انا جبنا 5 افلام اليوم لوفرتور شبابك الجنه، انا انفيتي بوكو دانفيتي جاو اليوم لوفرتور كيما تراو امبيونس باهيه. والافلام هذوما اخترناهم، عملنا سونداج في ليتودونيت، هبطنا لهم ليستا جي سي سي، قلنا لهم انا خير نهبطوا لكم خلينا نشاركوا الكل، بيسك الجي سي سي الافلام كولتور هذين نحبوا نجيبوها للفاك تولي تقرب لنا اكثر، خاطر ما نحاربوا كان التيروريزم كان بالافلام بالكولتور بالاخ. ديما نتسائلوا بعد جي سي سي نقولوا الناس سي ما عادش تمشي للسالات والكل، ما عادش يمشيوا للسينما، وينك الجمهور جي سي سي والكل؟ بادره هذه من معناها الـ HEC تونس انها تعمل تتواصل مع جي سي سي باحداث تظاهره ثقافيه في صلب الجامعه، في صلب المعهد الاعلى هذا الـ HEC، في ديكور معاه معناها فما avec une créativité، فما خلق، فما ابداع، فما تنظيم يناسب معناها ايام قرطاس السينمائيه ومهرجان صغير. تفاجأت كذلك باختيارهم للأفلام، لأنه اختيار متاع الخمسة أفلام ما جاش من معناها من رغبة أيام قرطاس السينمائية أو رغبة الموزع متاع الأفلام، لأنه موزع تونسي كذلك هو اللي ساند التظاهرة هذه. التوزيع اختيار الأفلام كان من طلبة اللي واكبوا أيام قرطاس السينمائية، وفيلم كيما أغنو دي بليشان معناها فيلم ممكن برشا ما شافوهش في ايام قرطاس السينمائيه، سي تان غران فيلم، انا بالنسبه لي كان الكود كور نتاعي، واليوم نلقاه في البرمجه هذه، برمجت فيلم فارس نعناع. فالخمسه افلام مهمه، اولا نقع اختيارهم من الطلبه هما نفسهم. والله نصورها حاجه جديده وناجحه، زيد هاكم تشوفوا معناها، معناتها هي اول مره نعملوها كل شيء، اما نصورها معناها باش نوريو معناتها اللي الشعب التونسي ما يخافش من الرهاب، و اللي معناتها حتى شيء ما وقفنا، واللي ديما معناتها قدموا القدام. ماذا بينا كل عام يتعاود جي سي سي في اي فاك، وبرافو لي اش سي كارتاج، برافو لكلوب ليبرتاد، وبها على الاخر. تعمل 66 كيف معناها، هذايا لازم حاجه نعديوها جوستومون في التلفزه ونوريو اللي احنا هذايا مستقبل تونس، وهذايا فريمون شباب تونس الحقاني اللي نحبوه. هذوما هاك تشوف معناها، ومازالت العباد لبرا، معناها الطلاب هما من اهم حاجات اللي احنا لازم نميزيو عليهم، متلامذة للطلاب وثقافه راهي في الجامعات لازمه، وحاجة كبيرة برشا بدأت البادرة في أيام قرطاج السينمائية ولازمها تزيد. وذيها كنت تجمش أنا عرضت الفيلم قدام برشا جماهير، واليوم ما تجمش تصور فرحتي والإحساس اللي نحس فيه مرتين أكثر من العادة، على خطر كرا شباب هكي أنا ديجا نبدأ متهني.